ككل الولايات ضامن اليوم مع اخواننا تاع سكيكدا لانه بجايه وتيزي وز وجيجل وصل لهم بالقدر الكافي للمواد الغذائيه والمعونات. اليوم عندنا 12 حافله من الحجم الكبير وست حافلات من الحجم الصغير، فيها مواد غذائيه، مواد تنظيف، اغطيه، افرشه، ومواد طبيه ومواد مختلفه. ان شاء الله نتمنوا ما يزيدوش هاد الحرائق. اذا منا على زوج دقائق ولا ثلاثه قافله ستنطلق ستاخذ الاتجاه تاعها نحو ولايه مسكين. كاع الناس شركت، ما كانش تمييز ولا في هذه مكان لا رعايه لا والو. مواطنين كل واحد اللي يجيب كيلو سكر راه شارك. الناس كاع شاركت، ما كانش الناس واحد يشارك واحد، لا لا، كل الناس شاركت في العمليه. وعاد ما كانش عندنا الوقت، كنا نديرو اكثر. كان الوقت كان مزيان. باش تكونوا على علم باللي ولايه ميلا كنا رسلنا قبل الولايات المساعدات. الحمايه المدنيه نص اعضاء الحمايه المدنيه تاعنا والوسيع تاعنا رسلناه عند جيجل باش الناس يكونوا على بالهم. اكثر من 60% تاع الوسائل تاعنا تاع الحمايه المدنيه رسلناها لجيجل. خدمنا على جيجل باسكو جيجل قريبه علينا والجبال تاعنا متقاربين بزاف. اذا المساعدات حنا كنا بدينا قدام لان بدون من نعطوها صدى نص اكثر من نص الريتل تاعنا كنا حاطينه تما ومازال عندنا تما مازال عندنا اليقظه مازلنا في اليقظه ما راناش راقدين. ان شاء الله مع الكلمه هذا راهي هودت ان شاء الله الحراره هودت بزاف الحمد لله يا ربي. رانا متواجدين اليوم بمقر جامعه ميلا حول القافله التضامنيه التي نظمت من طرف السيد والي ولايه ميلا بفائده المصادره للحرائق بولايه سكيكدا. وتنا مشاركه في هذه القافله بمواد عينيه كمواد استهلاكيه غذائيه استهلاكيه وافرشه اغطيه وكذا البسه. ما قمنا الاسبوع الماضي بزياره كذلك بقافله تضامنيه اخرى نحو ولايه جيجل فائده المصادره للزيامه المنصوريه. كذلك قمنا بتوزيع افرشه واغطيه ومواد غذائيه طرود غذائيه على مصادري الحرائق بهذه المدينه. كما لا يسعنا ان نشكر على السيده رئيسه المكتب الوطني السيده الدكتوره حملاوي ابتسام على مساهمتها وحثها دائما على تآزر متطوعي الهلال الأحمر وتضامنهم مع إخوانهم المتضررين في مختلف الكوارث الطبيعية. وشكر. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.